أبنائي وبناتي الخريجون والخريجات، نعيش اليوم معكم فرحة التخرج ونزف لكم فيها أجمل التهاني والتبريكات، ويأتي ذلك وأنتم ترسمون لأنفسكم مكانة في الحياة العملية. رسالتي لمجتمع ذوي الإعاقة في قطر أن تكامل جميع أفراد المجتمع بما فيهم ذوي الإعاقة يجعل المجتمع أكثر ازدهاراً وتنوعاً. سنعمل على تمكينهم ودعمهم من خلال توافر الموارد المتاحة لتلبية احتياجاتهم. أتمنى لكم جميعاً النجاح والسعادة، وأن تعيشوا حياة مليئة بالمحبة والتفاؤل. أنتم جزء لا يتجزأ من المجتمع، ولديكم الحق في التواجد والمشاركة الفعالة في جميع جوانب الحياة.